ثلاث اولاد، ربنا يحفظهم بحفظه. هي آمين. الاخت يعني الشق من الناحيه الفقهيه اللي عملته، ربنا يوسع عليها يا وش رب. اللي عملته؟ هي بتقول ان مش عارف حطت لهم اكل وهي عارفه انه فاسد او حمضان، عشان هم استغفر الله، بيعيطوا وجعانين، استغفر ربنا الله. يعفو عنها، وهم تعبوا جدا. هل تأثم تأثم لصانعها؟ بذلك، تأثم بذلك، على أن تتوب إلى الله جل في علاه وتأثم بذلك، وقد أضرت به، يعني فتستغفر الله. تستغفر الله. وطبعا هي أصلا بقى ما استطاعت، لازم لابد أن تأخذ بأسباب التداوي، وسيفتح الله عليها إن شاء الله. يا رب مع أنه يعفو هذه عنها. المسألة هو لازم يأكل لحمة، فما أي شيء من يعني هي المعدة تمتلئ وينتهي الأمر، الفول ما فيه شيء، الجبن ما فيه شيء، يعني هي المسألة مش مسألة الشهوة، شهوة الطعام التي تفعل بها ذلك وأن تضرهم بمثل هذا، نعفو فلتتقي عنها. الله ربها. وكان أي شيء آخر يعني يقيهم هذه الآفة، فتستغفر الله وربنا وتتوب يوسع إليه، عليها يا رب ونسأل الله تعالى ويحفظهم. يعني أن يغنيها وأن يكفيها. آمين نعم، ويفتح عليها الأبواب. يا رب، اللهم آمين يا رب. أنا بس والمسلمين أريدها والإسلام. تستيقن في شيء، دقيقة واحدة. أنا نعم، تفضل معك. الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض نعم، إلا على الله رزقها. إذا لن تبيت إلا ومعها رزقها. نعم قال شيخنا النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. وسلم: قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. الموت يتخلف، الرزق يطارد صاحبه. انتهى الأمر.